شكون توري يا قرعه؟ تمولد الناس سيداتي سادتي غادي نحتاجو 3 ديال البيضات 3 ديال البولات و 4 متر ديال الخيط 3 ديال الدويات دومينو وليفيس وغادي نحتاجو واحد جوج طروفا ديال الخشب 3 سنتيم ونص على 6 سنتيم هادي اللي طويله ما طويلاش فيها 80 ديال السنتيم هكا على 6 سنتيم المهم قد هكا وهادو اللي طوال فيهم 84 ديال السنتيم وهذه هي القرعه اول حاجه غادي نديرو غادي نحكو هاد الخشب انا غادي نستعمل هادي واللي ما عندوش عليه بالكاغيط الحرش دابا ولات رطبه من بعد ما سالينا الحكان غادي نلصقو هادشي مع بعضياتو غادي ناخدو هذيك ديال 80 سنتيم وهذيك الصغيوره غادي نعاودو نلصقو هاد الطرف هذا من الجهه الاخرى دابا غادي نلصقو هاد جوج طوال من الجناب من بعد ما نجمعوا هذا الشيء ممكن ديروا لها الفيرني ولا لا تانت باش تولي زوينه انا ما عنديش مع داك الشيء اللي زوين ما نخليها هكا دابا غادي ندير 3 ديال التقبات هنايا ودابا غادي نتقبل القرعه نقطع شويه من هذا الخيط تقريبا شي 40 ديال السنتيم غادي نعريوه من هنا من بعد ما ساليت القراعي كاملين غادي ناخذ الخيوط ديالهم وغادي نخشبهم في هاد التقابيل اللي درنا قبائل دابا غادي ناخذ الدومينو وغادي نلصقو جوج مع بعضياتهم دابا غادي تاخذوا هاد الطرف وغادي تلصقوه مع هاد الخيوطه ديال البوله الثالثه اللي بقات لينا هاد النهايه اللي بقات لينا هنايا غادي نلصقوها مع هاد الدومينو الاولاني اللي ديجا درنا خديت هاد جوج خيوطه لصقتهم مع بعضياتهم ولصقتهم في هاد الدومينو هذا هاد الخيط هاد الثالث ديال البوله الثالثه اللي هابط من هنايا حتى هو لصقته معاه بقى لينا هاد البلاصه هي اللي غادي نلصقوا معها الخيط اللي خارج من الحيط في السقف فهمتي شي حاجه دابا غادي نلصقوا البويلات ونغطيوهم